مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإيرترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا. دعوة للإسراع في جمع الحصاد. أخلاقيات المعلم المهنية تسهم بفعالية في الحفاظ على القيم المجتمعية. بوتين يعقد اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن الروسي. اجتماع أمني رفيع بين طالبان ومسؤولين أمريكيين في الدوحة. وهجوم صاروخي يستهدف تمركزا للقوات الأمريكية بشمال سوريا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة 3 مواطنين من عداد حاموس أو من عداد عربي ودك أمحاري ودباروة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مرضى كورونا أو مريض كورونا واحد في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,180، شفي منهم 10,069 وتوفي 103، فيما يتلقى 8 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 9 من أكتوبر لعام 2022. دعا مسؤول مكتب الزراعة في مديرية الدباروة سيد جرمايتس فاميكائيل المزارعين للإسراع في جمع محصولهم تحسبا من الأمطار المتأخرة المتلفة للمحصول، وذكر بأن المزارع بلغت إلى مرحلة الحصاد مناشدا تجميع محصولهم جيدا. وكانت الأراضي الزراعية البالغة مساحتها 23,704 هكتار كانت نسبة 19,274 من الحبوب و4,180 من البقوليات و250 من البذور الزيتية، وأن تأخر الأمطار من جهة ومن جهة أخرى هطول أمطار فوق الاعتيادية لم تكن الأوضاع مناسبة لزراعة الحبوب الأبيض من الشعير والقمح، بل كانت عكسها مناسبة للطافي والحبوب التي وصلت مرحلة الحصاد. ودعا المزارعين لمتابعة مزارعهم من الآفات الحشرية وتجميع العلف. وسجلت نقطة دباروة 780 مليمترا وقد أحدثت أضرارا بشرية والمواشي والمزارع. يذكر بأن وزارة الزراعة دعت في الأسبوع الماضي المزارعين لتجميع العلف جيدا لتأمين علف الحيوان، وعلى الإدارات ومكاتب الزراعة وخبراء الزراعة لعب دور كبير في هذا الشأن. أفاد الاجتماع المنعقد في 5 من أكتوبر في مدينة مصوع بخصوص دور المعلم في تأمين جودة التعليم بأن المعلم المتسلح بالأخلاق المهنية له دور كبير في حفظ وتنشئة القيم المجتمعية. وأوضح مسؤول جمعية المعلمين في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ عثمان صالح بأن المعلم يسعى جاهدا لتطوير القطاع الأكاديمي ودوره الرائد في الرقي بالبلاد، وتتعزز المصالح في حالة تسلحه بالأخلاق المهنية. وذكر مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد محمد مكانة المهنة التعليمية الكبيرة في وسط المجتمع، داعيا المعلمين للحفاظ على الاحترام الذي يكنه لهم المجتمع والسعي للرقي بالمجال الأكاديمي، مدركين بأن المعرفة التي يتسلح بها الطلاب وأخلاقهم انعكاس للمعلمين. وقال مدير مديريات مصوع سيد هيلة أسفها إن الطالب المتسلح بالمعرفة العلمية والمهنية الكفوءة نتاج لجهود المعلمين الحسيسة، مؤكدا تقديم إدارته كل ما يطلب منها لإنجاح الجهود المنسقة بهدف إحداث وتأمين التغيير النوعي. الجدير بالذكر بأن اليوم العالمي للمعلمين لعام 2022 الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار التغيير الأكاديمي يبدأ من المعلم يحتفل بها للمرة 28 على مستوى العالم والسادسة 26 على مستوى البلاد.
قدمت في مديريات منصورة ودقة وكركبت وأقردات وممثلي الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الناشطين في الضواحي والمدارس دورة تأهيلية تركزت على الإدارة والقيادة. وأوضح في الدورة التي قدمت في الفترة ما بين 29 من سبتمبر والثاني من أكتوبر في مدينة أقردات، أوضح إنجاز أعمال جيدة لتحقيق أهداف الاتحاد ونشر النشاطات في الضواحي والمدارس. وذكر مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في الاتحاد بلقاش بركة بأن الدورة هي جزء للسيمينارات المقدمة بالتنسيق مع الشركاء لإنجاح الجهود الجارية لتسليح الشباب بالمعرفة المهنية والعلمية، داعيا إياهم للعمل بهمة ونشاط لتحقيق أهداف الشباب. وأشار رئيس الشباب السيد صالح أحمد الدين أن السيمينارات والدورات المقدمة في مراحل تهدف إلى رفع فهم الشباب وقدراتهم المهنية، داعيا إياهم للسعي من أجل تطبيق المعرفة المكتسبة على أرض الواقع. وزع مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية عالدخالة مستلزمات دراسية على 150 طالب محتاج مجانا. وأوضح مسؤول المكتب السيد سجيد سيوم بأن المستلزمات الموزعة تهدف إلى مواصلة الطلاب دراساتهم جيدا وعدم مقاطعتها نتيجة للمشاكل الاقتصادية، وتخلق دافعا قويا لمواكبة التعليم وعدم التخلف من أقرانهم. وقال الآباء إن الدعم يساعد ليس في مواصلة التعليم وحسب، بل إنما في تحسين النتائج. من جهة أخرى، تم صيانة طريق عالدخالة عند قرقيش بتنظيم نفير شعبي. وأفاد مراسل إرينا بأن النفير يشارك فيه أعضاء فروع الشباب العمال للزراعة وهيئة الاتصالات. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الكرملين يوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد الاثنين اجتماعا لمجلس الأمن الروسي، وسيضم الاجتماع الوزراء الرئاسيين ومسؤولين سياسيين وممثلين عن الدولة والجيش. ويأتي الاجتماع الذي يعقده بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئيا الجسر الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو. ووقع بوتين مرسوما يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر بجانب مرافق البنية التحتية التي تزود شبه جزيرة القرم بالكهرباء والغاز الطبيعي، كما أمر بتشكيل لجنة للتحقيق. ذكر شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين كبارا في الإدارة الأمريكية التقوا شخصيا مع مسؤول أمني أفغاني يوم أمس السبت بالعاصمة القطرية الدوحة للمرة الأولى منذ مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في شهر يوليو الماضي. وقالت الشبكة أن الوفد الأمريكي ضم نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية ديفيد كوهين والمسؤول عن الملف الأفغاني في وزارة الخارجية الأمريكية توم ويست، في حين ضم الوفد الأفغاني رئيس الاستخبارات عبد الحق وسيق. وقد اتهم بعض المسؤولين الأمريكيين مسؤولين في طالبان ينتمون لشبكة حقاني بمعرفتهم بمكان وجود الظواهري في العاصمة كابل، وقد دانت الحكومة الأفغانية العملية الأمريكية التي استهدفت الظواهري. ورأت الشبكة الأمريكية أن مشاركة كوهين ووسيق في الاجتماع تشير إلى أنه ركز على مكافحة الإرهاب، وكان البيت الأبيض قد ذكر في الشهر الماضي أن التعاون مع طالبان بشأن مكافحة الإرهاب لا يزال قائما. يذكر أن الرئيس الأمريكي وقع في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا يسمح بالتصرف في 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني لدى مؤسسات مالية أمريكية، وسيخصص النصف الآخر من الأموال الأفغانية المجمدة حسب إدارة بايدن لتقديم مساعدات إنسانية في أفغانستان، مع الحرص على عدم وقوع المبالغ بيد حركة طالبان التي تقود الحكومة في كابل. أفاد بيان للقيادة الوسطى الأمريكية بفشل هجوم صاروخي قالت إنه كان يستهدف قوات التحالف بالقرب من منطقة هبوط للطائرات في شمال شرقي سوريا. وأوضح البيان أن صاروخا أطلق مساء السبت لم يسقط في المجمع الذي يضم القوات الأمريكية والقوات الحليفة، ولم يحلق
أو لم يلحق أي ضرر بالمرافق والمعدات. وأشارت القيادة الوسطى إلى أنه عثر على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق وأنها تجري تحقيقا بشأن الهجوم، ولم تعلن أي جهة على الفرم مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ على مهبط الطائرات. وتكررت في الأشهر الماضية الهجمات التي تستهدف قواعد القوات الأمريكية ونقاط تمركزها في سوريا، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران وتنظيم الدولة الإسلامية بشنها عادة. ألحق انفجار شاحنة قوي يوم السبت أضرارا جسيمة بجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويضم طريقا بريا ومسارا للقطارات في ضربة إلى رمز مرموق لضم موسكو لشبه الجزيرة وطريق الإمداد الرئيسي للقوات الروسية التي تقاتل للسيطرة على الأراضي التي استعادتها أوكرانيا في الجنوب. وبعد الانفجار على الجسر الذي يعبر فوق مضيق كريتش والذي لم تحمل روسيا حتى الآن أي جهة المسؤولية عنه، نشر مسؤولون أوكرانيون رسائل مرحة لكن دون إعلان مباشر للمسؤولية. ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر بجانب مرافق البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي، كما أمر بتشكيل لجنة للتحقيق. وقال محققون روس إن 3 لقوا حتفهم ويعتقد أنهم بداخل سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت، كما اشتعلت النيران في 7 عربات لنقل الوقود في قطار متجه إلى شبه الجزيرة في المستوى العلوي من الجسر. وعلى الرغم من الضرر الذي لحق بالجسر، استؤنفت حركة مرور السيارات بشكل محدود بعد نحو 10 ساعات من الانفجار، وسمحت وزارة النقل باستئناف حركة السكك الحديدية بعد ذلك بوقت قصير. مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا. دعوة للإسراع في جمع الحصاد. أخلاقية المعلم المهنية تسهم بفعالية في الحفاظ على القيم المجتمعية. بوتين يعقد اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن الروسي. اجتماع أمني رفيع بين طالبان ومسؤولين أمريكيين في الدوحة. وهجوم صاروخي يستهدف تمركزا للقوات الأمريكية بشمال سوريا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.